ما زالت خطيرة للفيصلي، هي إلى عبد العزيز، مر وعدى، وسع لنفسه، وسع لنفسه يا ولد، حلوة حلوة، لويزينيو لويزينيو، خالد الخامدي، خالد الخامدي، تيكي تاكا فيصلاوية، وخالد الخامدي يسجل الثاني ويحتفل، الفيصلي يسجل الثاني ويحتفل، خطفوها أبناء حرمة. خطفوها أبناء حرمة وافرح يا مدرج الفيصلي، والفيصلي يتقدم بالهدف الثاني. شوف عزيز، هاتلي عزيز، هاتلي عزيز، وهدف ثاني مرسوم رسم، مرسوم رسم، عدت من كعب لكنها ما عدتش من خالد الغامدي اللي بيسجل ثاني أهدافه. شوف عزوز، عد عزوز يا روقانك، ببينية حلوة وبعرضية أروع، عدت من خالد كعبي ولكن خالد الغامدي واقف مستنيها. دفاع الاتحاد فين؟ دفاع الاتحاد فين؟ محدش يسألني، اسألوا خالد الغامدي. ولكن شوف عبد العزيز الدوسري بلمح البصر إلى جوستافو، عرضية، دي اللي اسمها الكرة السهلة، دي اللي اسمها الكرة السهلة. أهو هدف تاني